4, multiplying decimals, multiplying a decimal number by a whole number. يعني ايه؟ يعني لما يكون عندي 2 numbers عادي بعمل لهم times، دي واضحة 245 times 7 بطلع الريزلت بتاعتي عادي جدا. طيب لو عندي 2 numbers بعمل لهم multiply و 2 numbers دول فيهم decimal point، بعمل ايه؟ الفيرست ستيب عندي بعمل ignoring للديسيمال بوينت، كأني مش شايفاها، بحلها كأن المسألة numbers عادية جدا، كأنها whole numbers. يعني دي 2.45 times 0.7 كأنها 245 times 7، وابتدي أحل 5 times 7 35 5 and carry 3 4 times 7 28 28 plus 3 after 28 29 30 31 1 and carry 3 2 times 7 14 14 plus 3 17. يبقى الريزلت بتاعتي 1715. طب والديسيمال بوينتس هعمل فيها ايه؟ هعد الديسيمال بوينت كانت بعد هاو ميني نمبرز فروم ماي رايت هاند، من على ايدي اليمين، كانها هعد عدد الديسيمال بوينتس وعدد الديسيمال نمبرز 1 2 وبعدين ديسيمال، وهنا 1 وبعدين ديسيمال. يبقى هعمل بلس لل 2 بلس 1 ايكوال 3، يبقى احط الديسيمال بوينت بتاعتي after 3 digits or 3 numbers from my left from my right hand. طيب هنا عندي 0.02 and 0.04 and 0.4، عايز اعمل لهم times. ال 2 numbers دول decimal numbers، هعمل لهم times ازاي؟ احنا قلنا هنعمل ignoring للdecimal، وهنقول 2 times 4 equal 8. طيب لو انا عملت كده هعمل ايه في الديسيمال بوينت بتاعتي؟ لا، يبقى انا لازم ارجع برضو اقل الستيب اللي فاتت، ان احنا نقول الديسيمال بوينت هنا عندي بعد كام ديجيت؟ 1 2، وهنا 1 ديجيت، يعني انا المفروض يكون عندي هنا 3 ديجيتس عشان اقدر احط الديسيمال بوينت بتاعتي. طب حامله الديجيت اللي هي الفاضيه 2 ديجيتس الفاضيين دول هحط فيهم ايه؟ هحط فيهم زيروز، عشان يبقى عندي 3 ديجيتس on the right of the decimal point. هنا كانت عندي 0.02 times 0.4، عملت times ل 2 times 4 equal 8، وبعدين بعد الديجيتس بتاعت الديسيمال بوينت on the right of the decimal point لل 2 numbers، هنا after 2 وهنا 1 digit، يبقى 3. يبقى لازم يكون عندي تحت 3، ما ينفعش اقول ان الريزلت equal 8 وحط الديسيمال بوينت بتاعتي كده وخلاص، هتبقى wrong، الريزلت هتبقى wrong. طيب تاني حاجة بعد كده عندنا، لما نقول أي decimal number، يعني لو قلت مثلا 3.25 وعملت لها times 0.1 هنعمل ايه؟ طب ما هو 1 times any number equal the same number، يعني دي هتطلع لي 325، بس بدل ما decimal point عندي on the right of two numbers or two digits وهنا 1، يبقى هي الريزلت بتاعتي هتخليها after 3 1 2 3 وحط الديسيمال بوينت بتاعتي. يبقى انا لما عملت times 0.1 حركت الديسيمال بوينت بتاعتي 1 digit to the left، بدل ما النمبر كان عندي 3.25 بقى 325 over 1000 او 0.325. طب لو كانت الريزلت دي نفس النمبر 3.25 times 0.01 100، هنعمل ايه؟ 1 times 325 equal 325. طب والديسيمال بوينت هنا 2 digits وهنا 2 digits، يبقى المفروض تكون عندي after 4 digits 1 2 3 4. طب هحط ايه في ال 4؟ زي ما قلنا فوق هحط فيه 0 عشان اقدر احط الديسيمال بوينت بتاعتي. طبعا ده 0 بتاع الهول نمبر، ما عنديش هول نمبر هنا اصلا، بقى عندي result 0.0325. يبقى الديسيمال بوينت لما عملت لها تايمز، او الديسيمال نمبر لما عملت له تايمز 0.1 او 1/10، حركت الديسيمال بوينت بتاعتي 1 ديجيت تو ذا ليفت. لكن لما عملت تايمز 0.01 حركت الديسيمال بوينت بتاعتي 2 ديجيتس، بعدد الديجيتس اللي موجوده دول هم 2 ديجيتس، حركت الديسيمال بوينت بتاعتي 2 ديجيتس. وبالتالي لو انا عملت تايمز نفس النمبر تايمز 0.001 will be equal، من غير بقى ما اعمل equal هحط نفس النمبر 325، الديسيمال بوينت كانت 2 digits. طب وانا عندي هنا كام؟ 3 digits، يبقى انا عايزاها تبقى بعد 5 digits 1 2 3 واحط 2 zeros عشان يبقوا 5، واحط الديسيمال بوينت واحط الزيرو بتاع الهول نمبر.
طيب ده مش lesson number 2، بس انا حابة اكمل بيه عشان الاتنين مرتبطين ببعض. لو قلت fraction by fraction، عايز اعمل times لfraction by fraction. عندي fraction first fraction 3 quarters times 2 over 7. هعمل لهم times ازاي؟ الفراكشن لما بعمل لها times غير خالص لما كنا بنعمل في البلس. لما كنا بنقول عايزين 2 digits نعمل لهم 2 fractions، عايزين نعمل لهم plus like this، كنا بنقول equal the same denominator، مش بنعمل له plus ولا بنعمل له times ولا اي حاجة، بننزله زي ما هو ونعمل plus only للnumerator. 3 plus 2 equal 5، يبقى 5 quarters. طيب لو كان عندي مثلا 3 quarters plus 2 over 8 or 2 eighths، هعمل لها plus ازاي؟ يا اما كنا بنعمل simplify لل 2، 2 divided 2 equal 1، 8 divided 2 equal 4 واعمل equal، يا اما كنا بنقول حاجة اسمها same denominator او common denominator. كنا بنجيب common denominator ده ازاي؟ كنا بنشوف ايه النمبر اللي هما الاتنين ينفع يبقوا، يعني 4 ينفع اخليها 8؟ يس. هعمل لها ايه؟ هعمل لها times 2. طب ينفع اعمل times 2 تحت في denominator والnumerator؟ لأ ما ينفعش، لازم اعمل كمان في النيوميريتور تايمز 2. 3 تايمز 2 ايكوال 6، 4 تايمز 2 ايكوال 8، بقت 6 اوفر 8 بلس 2 اوفر 8 ايكوال 6 بلس 2 ايكوال 8، وعندي هنا كومن دينومينيتور بيفضل زي ما هو. لكن في حاله التايمز بتاعت الفراكشنز بعمل ايه؟ بعمل تايمز للنيوميريتور وللدينومينيتور. يعني عندي هنا 3 تايمز 2 ايكوال 6، 4 تايمز 7 ايكوال 28. طيب اسيب الفراكشن بالشكل ده؟ لا، لازم اعمل له simplify، اجيبه in the simplest form. 6 divided 2 equal 3، 2 لان هما الاثنين even numbers، 6 وال 8 او ال 28 يعني. 6 divided 2 equal 3 و 28 divided 2، 2 divided 2 equal 1، 8 divided 2 equal 4. طب انا عندي هنا 3 over 14، طب هل 3 divisible ال 14 divisible by 3؟ في حاجه عندي في table 3 طلع لي result 14؟ نو. هل ال 14 دي هي even number؟ هل 3 even number؟ no، 3 odd و prime number. يبقى خلاص دي كده in the simplest form. طيب هنا عندي 4 ninths times 2 thirds، اعمل لها times ازاي؟ هنقول نفس الحكاية زي ما قلنا هنا، 4 times 2 equal 8، 3 times 9 equal 27. ال 8 even number و 27 odd number، 27 divisible by 3 لكن ال 8 no، وما عنديش حاجة، وال 27 not divisible by 8، ما عنديش حاجة في table 8 تطلع لي result 27. يبقى ده كده in the simplest form. طيب لو جاب لي بقى fraction وعايزني اعمل له times whole number، زي 2 كده مثلا، بيقول لي 8 times 2. هنعمل ايه؟ احنا كنا بنقول ان any number divided 1 equal the same number. يعني عندي 2 هنا، لما اعمل لها 2 divided او 2 over 1 هي 2، انا مغيرتش فيها اي حاجة. فبقى عندي المسألة بالشكل ده، 1 over 8 equal 2 sorry times 2 over 1. ده كده بقى الشكل الجديد للمسألة بتاعتي. ليه؟ عملت بس denominator الجديد عشان اعمل له times للdenominator اللي موجود عندي. بقت 1 times 2 equal 2 و 8 times 1 equal 8، وابتدي اعمل لها simplifying، 2 divided 2 equal 1، 8 divided 2 equal 4، يبقى عندي quarter. طيب لو عندي هنا number زي 2 and 2 thirds times 3 quarters وعايز اعمل لهم times، هعمل ايه؟ انا عندي ده mixed number وده عندي fraction عادي. طيب هينفع اعمل times للfractions واسيب النمبر زي ما هو؟ ما ينفعش. يبقى لازم احول المكسد number ده لimproper fraction. يعني هعمل ايه؟ هقول 2 times 3 plus 2 زي ما كنا بنعمل قبل كده. هنقول ال whole number times denominator plus numerator، 2 times 3 equal 6، 6 plus 2 equal 8. يبقى هنكتب 8 over 3 times 3 quarters زي ما هي. قدامي بقى حل من الاتنين، يا اما اعمل simplify للnumerator مع denominator في كل طرف من ال 2 numbers او 2 fractions، يا اما اجيب الريزلت اقول 3 times 8 times 3 24، 3 times 4 equal 12، وابتدي اعمل لهم simplify. لو انا مش عارفة ان 12 divided 1 equal 12 و 24 divided 12 equal 2 على طول، نعمل اوكي من الاول، 12 divided 2 equal 6، 24 divided 2 equal 12، وبعدين 6 divided 6 equal 1، 12 divided 6 equal 2. بقى عندي 2 over 1 اللي هي equal 2. يبقى طلع لي whole number الريزلت بتاعت 2 and 2 thirds times 3 quarters. او ان انا اخد التو فراكشنز اللي انا كنت بعمل لهم تايمز دول
واعمل simplify بطريقة السيزرز. ايه هي طريقة السيزرز؟ ان انا بشوف النيوميريتور بتاع الفراكشن الاول مع الدينومينيتور بتاع الفراكشن التاني. هنا عندي 8 وهنا 4، هما الاتنين even numbers يبقوا divided by 2، او ممكن اقول ان على طول 8 divided 4 equal 2، ال 8 divisible by 4، 4 divided 4 equal 1. يبقى انا كده عملت simplify للنيوميريتور مع الدينومينيتور. وهنا 3 divided 3 equal 1 و 3 divided 3 equal 1. طب تعالوا نشوف الريزلت بتاعتنا. هتكون كده 2 times 1 equal 2 over 1 times 1 equal 1. يعني هي طلعت لي نفس الريزلت لما عملت times للنيوميريتور والدينومينيتور مع بعض وعملت لهم simplify للريزلت بتاعتهم. هي لما عملت للنيوميريتور والدينومينيتور او السيزرز بتاعت بعض. طب لو ما عنديش هنا النيوميريتور مع الدينومينيتور دول ما ينفعش اعمل لهم simplify، ينفع اعمل لحد لواحد بس منهم؟ يس. يعني لو دي عندي 9، بلاش 9، لو مثلا 4 over 3 بعد ما عملت لها بعد ما كانت mixed حولتها الامبروبر times 3 over 9. هنا عندي 3 divided 3 equal 1، ما عملش بقى simplify مع النمبر اللي تحتي، انا بتكلم بالطريقة دي. لو انا ده ما ينفعش 9، لو ده مثلا خليه 7 عشان ما يبقى ما ينفعش اعمل له simplify مع النيوميريتور بتاعهم. 3 divided 3 equal 1 و 3 divided 3 equal 1. طب هل ينفع اقول ال 4 مع ال 7 ينفع اعمل لها simplify؟ نو. طب هعمل ايه؟ نجيب الريزلت بقى خلاص على كده. 4 times 1 equal 4 و 1 times 7 equal 7. طب لو كنا جبنا الريزلت عادي من غير ما اعمل simplify، 4 times 3 equal 12 و 3 times 7 equal 21. طب ال 12 divisible by 3 و 1 divisible by 3، 12 divided 3 equal 4 و 7 و 21 divided 3 equal 7، يبقى 4 7ths. هي the same result. اخر حاجة عندي في fraction by fraction لما يجيب لي fraction by decimal. يعني هنا عندي المسألة 0.6 times 1/2 equals. هنحل المسألة ازاي؟ عندي 2 methods عشان احل مسألة زي كده. اول method عندي اما احول الديسيمال نمبر لفراكشن، يعني خليهم هما الاتنين fractions، يا اما احول الفراكشن لديسيمال. ايه اللي هيخليني احدد انهي method منهم هي اللي صح او اللي تنفع؟ على حسب الفراكشن ينفع يتحول ولا لا. يعني دي عندي هنا 0.6 او 6 tenths. هعمل ايه؟ هقول 6 over 10 times half equal. تعالوا نعمل simplify بالscissors. 2 مع 6 yes 6 divisible 2 equal 3، 2 divided 2 equal 1، يبقى 1 times 3 equal 3، 1 times 10 equal 10، يبقى 3 tenths. طيب ايه second method؟ ان انا عندي او برضو توضيح تاني للfirst method، ان انا دي كانت عندي 6 over 10 times half equal. ان انا اعمل simplify ل 6 over 10، 6 divided 2 equal 3 و 10 divided 2 equal 5، بقت 3/5 times half، ما غيرتش فيها اي حاجة، equal 1 times 3 equal 3 و 5 times 2 equal 10، طلعت لي 3/10 برضو نفس الريزلت. طيب ايه الميثود التانية؟ ان انا احول الفراكشن ده لديسيمال نمبر. يعني هو ال 0.6 هخليها زي ما هي تايمز ال half equal ايه؟ equal 0.5. عرفنا ازاي؟ ما احنا عارفين ان انا لما بيكون عندي 2 عشان احولها ل 10 هعمل لها تايمز 5، لما يكون عندي 25 تايمز 4 equal 100، لما يكون عندي 50 عايز احولها ل 100 هعمل لها تايمز 2، وال 125 هعملها تايمز 8 عشان تديني 1000. يبقى هحول ال 2 دي ل 5 ازاي؟ هحولها ل 10 ازاي؟ هعملها تايمز 5، يبقى هعمل للنيوميريتور كمان تايمز 5، يبقى 5 over 10 اللي هي 0.5، وهسيب الديسيمال الاولاني زي ما هو 0.6 وارجع اعمل لهم تايمز. احنا قلنا هنخلينا كانها نمبرز عاديه جدا، كاني بقول 6 تايمز 5 equal 30. طب والديسيمال؟ انا عندي البوينت هنا after one digit والديسيمال بوينت هنا after one digit from the right طبعا.
يبقى تبقى after two digits from the right يبقى 1 2 ونحط decimal point ونحط 0 هنا بقت 0.30 اللي هي equal 0.3 اللي هي equal 3 over 10 وطلعت لي نفس الريزلت اللي عملنا لها لما عملنا fraction by fraction. طبعا عندنا examples كتير جدا جدا على times decimal by number والdecimal by decimal. وعندي هنا مسائل زي كده بيجيب لي الاول مسألة plus وبعدين بعمل times 4. ما ننساش بقى ان احنا في البلس او في الماينس لازم نخلي عدد الديسيمالز ايكوال قبل ما نبتدي نحل. يعني دي 7.5 ودي 0.345 هنعمل ايه؟ دول هنا 3 ديجيتس ودي 1 ديجيت. نقول بقى نعمل بلس وبعدين نحط الديسيمال بوينت افتر 4 ديجيتس. رونج، غلط الكلام ده في التايمز اونلي. لكن في البلس بنعمل ايه؟ نحول ال 7.5 دي ل 7.500. اشمعنى 500؟ عشان يبقى عندي 1 2 3 digits وهنا 1 2 3 digits on the right of the decimal point plus 0.345. ونبتدي نحل اللي between brackets first. طبعا between brackets الاول 0 plus 5 equal 5, 4 plus 0 equal 4, 3 plus 5 equal 8 ونحط decimal point, 7 plus 0 equal 7. بقى عندي 7.845 times 4. خلاص بقى decimal by number عادي هنطلع الريزلت ونعد الديسيمال بوينتس الديسيمال نمبرز 1 2 3 نحط الديسيمال بوينت after 3 digits from the right of the decimal point and so on. نفس المسائل هنا عندي التايمز الاول. خلاص التايمز مش محتاجه اخلي الديسيمال بوينتس قد بعض، بس هنا عندي هم اوريدي قد بعض 2 و 2 يبقى هتبقى الديسيمال بوينت on the right of 4 numbers on the right of the decimal point. وبعدين اعمل لهم بلس. طب هنا الديسيمال بوينت هتبقى on the right of right digits on the right of 4 digits. طب وهنا عندي the decimal point on the right of 1 2 3 digits on the right of the decimal point. هنعمل ايه؟ هنخليهم هما كمان 4، يبقى نحط 0 هنا عشان يبقى عندي 4 digits on the right of the decimal وهنا 4 digits وابدا اعمل البلس او المينس. بعد كده عندنا story problems بتتكلم عن نفس طريقة الquestions وازاي احل النمبر. طبعا يا بعمل times هنا، طبعا الstory problem على times. وبعدين multiplying fractions اللي اتكلمنا عليها وقلنا لو عندي 4 over 9 و 2 thirds مثلا عملنا times، وخدنا لو عندي fraction by whole number هنعمل ايه؟ هنعمل له new denominator اللي هو ال 1 عشان any number divided 1 equal the same number. هنا عندي 12 نفس الحكاية هنخليها over 1 and so on. وبعدين لما يكون عندي decimal by fraction يا بنحول الديسيمال لفراكشن يا بنحول الفراكشن لديسيمال. وان شاء الله يكون عندنا النكست فيديو عن الديفايدنج. احنا كده خلصنا المالتيبلاينج ليسون 4 وليسون 5. الفيديو الجاي ان شاء الله عن ديفايدنج فراكشنز وديفايدنج باي 10 100 1000.